احنا منطقة حي السماح على الأركان. احنا عندنا هذا الشارع يعني هذا صار له كم سنة يجون يسوون تيكلة وما يبلطونه، الشارع مكسر قرب بنزخانة المشاعل منطقة التسعين أركان. يعني ما قدمت شكوى ما قدمنا شكوى، جاء طلعوا المقاول زد تيكلة مرتين، يعني مرتين استعب الخارطة مبلط، وبس يعني زدت التيكلة يسوي تسوية ويطلع ما بلطوه. زين شو تطالبون؟ نطالب يبلطون هذا الشارع، هذا الشارع يعني هنا قبل اوديك على حي البكر، يعني يحيي هاي المنطقه كلها، هذا الشارع سايدين شارع 30، يعني من هنا يتصل على حي البكر، من هنا اوديك على حي صدام، يعني شارع رئيسي، يعني نطالب الجهات المعنيه بتبليط الشارع. والله احنا اهالي حي السماح الاركان معاناتنا، والله هذا الشارع شارع 30، 100,000 نوبه قدمنا شكوى على البلديه بتبليط هذا الشارع، فيطلعون كشف ورا ما يطلعون كشف زتوا تيكله جبليه وراها انقطعوا ما بالشتاء. عبالك احنا بجري، يعني اهل الجريه ماكو، اهل الجريه صارت اخير من عندنا، يعني عبالك احنا بجريه. الله وك تشوف هاي المايات رخيصه، اطفالنا 24 ساعه محلين مطينين، النظف البيت من هنا وصاخه من هنا. ونطالب والله نطالب اريد يبلطونا هذا الشارع، لان هذا الشارع اذا تبلط هذا الشارع يحيي هاي المنطقه كلها، لان مربوط بالبكر، شارع رئيسي شارع 30 مربوط بالبكر هذا، فيحيينا هاي المنطقه. والله زين ايش كم بيت فيها المنطقه؟ والله بيت منطقه كامله، حي كامل، يعني مو تقول بيت بيتين، الحي كامله ستربط من هذا الراس الشارع الى نهايه الشارع، هو كله بيوت يمين ويسار. زين والله الناشد البلديه الجهات المعنيه اشوف المحافظ شوف من اللي هو علاقه بهالامر هذا الناشد، احنا اريد يبلطون هالشارع هذا. هذا الشارع مدمرنا وحل وطيانة وأطفالنا تروح، ما أحد يقدر يطلع باب الحوش، يراد كل ما واحد يطلع تغسيل وتنظيف، والماي هم قليل والمايات هذه رخيصة، وكل ما يريدون يجيبوا يبلطوه ما حد يبلطوه. زين ما راجعت البلدية؟ راجعنا والله وسألوا قالوا على أساس يبلطوه كم مرة، وما يجي بس يزتوا التكلة وذاك رخيصة ماله. والله نطالب بلكي يجوا يسوون لنا الشارع هذا ونرتاح، وهذا على تايتنق ينفتح وعلى جوجلي يعني يخدمكم، يخدمنا ايش ما يخدمنا هذا سيدين هذا.